الفيوم تقريبا في عهد 1662 تقريبا، كانت بداية السوائل ان الناس بتروي بها الارض، بتجيب من بحيرة او ترعى لترمي في الأناية، كان يستخدمها الفلاح المصري ان هو بيسقي بها الزرع. محافظة الفيوم مشتركة بالسوائل، بالسبع سوائل. هنا كان في اربعة، وفي واحدة في الاول واحدة في الاخر او اتنين في الاخر تقريبا. مئات السنين يعني، بقى من فترة احنا طلعنا لقيناها موجودة السوائل دي، والسوائل كمان اللي في الفيوم يعني برضو قديمة اكتر منهم. للأسف السوائل دلوقتي حاليا مهملة ولا تصلح للسياحة. لو مسكنا مثلا بدءا بسوائي، بداية السوائي اللي هم الاربع سوائي الموجودين في الكافتيريا، تم تأجير الكافتيريا وتم عمل سور حديدي وبراويز حوالين السوائي، فاختفت الرؤية للاربع سوائي في ميدان أرون اللي هو ميدان السوائي حاليا. يعني محافظة الفيوم منخفض أساسا، فديت بترفع المية للأراضي الزراعية اللي هي العالية، وبتقوم برأي الأرض الزراعية. تقريبا انقرض منها أو تلف منها تقريبا أسائتين، والثالثة محتاجة صيانة. فإحنا عايزين فعلا إن الحاجات دي تعود للطبيعة، إن الفلاح يلاقي حاجة يروي بيها زي الآلات اللي كانت موجودة دي. بقالهم كم سنة السواق هنا بايظ؟ لا، بقالهم يجي سنتين ثلاثة. لما هم كانوا بيسقوا من ساعة الأراضي طبعا الزراعية بقت مباني. كان في أربع سوائي غنى ليهم الموسيقار المرحوم محمد أبو وهاب وأم كلثوم والعديد من الفنانين والفنانات، وللأسف النهاردة تروح زيارة لهذه الأربع سوائي ما فيش إلا سائق منهم اللي شغالة، والثلاثة التانيين واحدة ممزقة والتانية اختفت، والتالتة الرابعة غير موجودة نهائيا. هل طلبتوا من المحافظ الجديد تطوير الممشى السياحي؟ والله الراجل بيشتغل، يعني الراجل بيشتغل. احنا بنطلب بعملية تنظيف برضو هنا، وعملية انها صيانة السوائل ديت على اساس انها تجذب السائح. يعني انا بناشد الدكتور جمال سامي محافظ الفيوم ان يقوم بتشكيل لجنه للمرور على هذه السواقي وحصرها واعاده تصنيعها مره اخرى من جديد، لان دي واجهه حضاريه وواجهه مميزه للفيوم، اسمها بلد السواقي او محافظه السواقي.